الحقيقه ما نشاهده تماما كما كان يفعل معمر القذافي. يقولون في ربما معمر القذافي كان افضل قليلا لان بعض اولاده درسوا على قلب الكليه العسكريه. الان يعني حصل تطور من النظام الجماهيري واصبح المدني يتحول بقدره القادر الى نقيب. هذا يعني يدل على شيء، يدل على سطحيه وللاسف الشديد والانخداع كثير من الناس في ليبيا باسطوره الجيش والشرطه اللي يقولها حفر ويقولها حفر، وحقيقه ليست الا اعاده للجماهيريه السابقه بحجه الجيش والشرطه.